كيف تعاملتم مع قرار مجلس الوزراء بخصوص منع الدراجات النارية، وكذلك يعني الزيارات المتكررة إلى وزير الداخلية؟ أهم التوصيات والمستقبل البصري إن شاء الله شو راح يكون؟ طبعا كل ما يتعلق بموضوع الدراجات كوزارة فوضت يعني الأمر إلى مديرة مرور البصرة والسيد اللواء حيدر، يعني يعمل على يعني بكل يعني بأعلى وتيرة للقضاء على هذه الحادثة. راح كل الدراجات راح تسجل، وإحنا راح ندعمهم دعم مباشر، يعني كل شنو اللي يحتاجوه المرور إحنا راح كمديرية نجدة. الآن دوريات النجدة لله الحمد 156 دورية داخل المدينة قادرة أن تقضي على هذه الظاهرة، وأني أهيب وأنور وأحذر كل أصحاب الدراجات أن يسجلون الدراجات وفق المدة الزمنية اللي حددها القائد العام والسيد الوزير المحترم، وإن شاء الله هذه الأمور تسير كباقي المحافظات إن شاء الله.